مواسم الخير اقطف سهلتنا عالمعصرة من كرومنا كرومنا الصمرة وبالعنب محصول محصول غلتنا مواسم شتا أرضاتنا الخضرة مواسم الخير اقطف سهلتنا عالمعصرة من كرومنا كرومنا الصمرة وبالعنب محصول محصول غلتنا شدوا الهم هم قوي نقف ونعب الصيني من خيرات اللي اقطفنا نقف ونعب الصيني من خيرات اللي اقطفنا نقف ونعب الصيني من كرمتنا نقف ونعب الصيني شدوا الهم شدوا الهم شدوا الهم هم قوي مواسم شتا أرضاتنا الخضرة مواسم الخير طاف سهلتنا عالمعصرة من كرومنا كرومنا الصمرة مواسم جنا أرضاتنا الخضرة مواسم الخير اقطف سهلتنا عالمعصرة من كرومنا كرومنا الصمرة وبالعنب محصول محصول غلتنا أرضك من بيك وارتها جدك لبيك عطيها أرضك من بيك وارتها جدك لبيك عطيها حب الأرض وما تتركها جدك لبيك عطيها حب الأرض وما تتركها جدك لبيك عطيها خلي ريحة بيك فيها جدك لبيك عطيها شدوا الهم شدوا الهم شدوا الهم وصلت البسارة لو شو بدك بهالخرافات هودي كلهم مش عاوزين دخلك انت كيف بتضلك حامل السلم بالعرض لك شو فيها منتسلى بسارة براجي بشوف البخت مين يبغي يشوف بخته من قولك جاية هالبصارة يا كفا كتروا كتير بهالأيام وصاروا متلايين الدنيا انت بتأمني فيهن أخورية لك شو بيخلصني من الخوري بطرس مش عم تسمعيك الأحد بالقداس كيف بضل أي مقيامته عليون مع هيدا وكله شوفي بناتنا مش عم يقتنعوا انه هالشي غلط مثل اللي عم بيغني بالطحون دق الماي ماي جيل دخليك مش هاي بنتك وهن تعرفي مش عم بيشع بقى البعيد كتير بيضي بختك خبريني عن حبيبي بسم الله حبيبك اللي بحبك زين أسمر بس يحب اثنين زين خرجك ولك هالبصارة هيئتها شاطرة اسمعيها خليها تكفي يمكن تعرفي مني مقصوفة الرقبة وأبو ريا كان حسسني قلبي وانت يا حلوة ما تبغين تشوفي بختك؟ بختي أبيض الحمد لله وراضية بحالي يلا يا كفا خليها تبصر ليك تبصر لي؟ ما هون انت عم بتقولي هيك يا خورية؟ أعطيك إخبار تعجب خاطرك أنا شايف في خبر زين بيوجهك حقلك عليه يلا يا كفا نقتك من بين الكل أعطيها بارتين وخليها تبصر ليك أش بدي بهالشغلة؟ بعدين أتجرصينش أماعش مصاري خايفة كيف عرفت اني خايفة؟ هالشغلة ما بدها تبصير لا يعرف الواحد انك خايفة لك لوني كيف ومخطوف ورحت وقاعي بالأرض وبركة عارف خوري بطرس؟ ما يهمك من الخوري بطرس انا بألف له 100 خبرية انا بعطيها مصاري
هي اللي تبيض بختها. بسم الله. يا ربي. بكرك بنت اسمها وهن، خلف ثلاث بقلبهن إيمان، بعضن صبي تاني صبي، بس اللي ببطنك فارس الفرسان. قول إن شاء الله. إن شاء الله. يقبرني راجل شهم يرمي العدا، يطلع مراكز دين حسب الحساب، بس النهاية بالأسر، يندق عنقه يموت موت كلاب. كلاب جاري جريك يا قطوش لسانك، اخبارك السودة اشكال بنتي بالتبصير. يقلع لك والتبصيراتك التبصيرك زيحي من دربي هيك يا خوري زيحي. رؤية حبيبي رؤية تقبرني هيدي بالسارة بالسارة. اهلا بالمير بشي. شو رايك يا امير امين باللي كان عم بيقوله احمد باشا؟ رايك يا امير، بس انا بشوف انه ابو سمرة غانم البكاسيني من الضروري يضل حدك. هو فارس بينشهد له، وغيابه المفاجئ رح يخلي اعدائنا عينن علينا ويطرح علامه استفهام كبيره عند العسكر. صحيح يا امير امين، بس مثل ما بتعرف انه شاهين يارد ضامن مسلخ بيروت ومجمع حوالاه كم جندي مصري انفلتهم ياخدوا خوات من الناس ويتقصمون معه، وما في حدا يمير، ما في حدا بيقدر يوقفوا عند حده إلا أبو سمرة غانم. يعني بفهم منك يا أحمد باشا أنت مش جايبه حتى يدبر أرزاقك، مدبر له مشكل عند وصوله. يمير يمير شاهين يارد اشترى منه ومن الأكراد 500 راس غنم، وقلنا مدي عم نطالبه وهو عم يتهرب. بس احنا متحالفين مع إبراهيم باشا. بعتقد يا مير إذا عالجنا القضية بالسياسي بتنحل، وبلا ما نفوت بنزاعات نحن بغنى عنا. مير أمين على حق وعم يحكي عين العقل، حل القصة بالسياسي وبلا ما نكبرها. بس يا مير أنا بشوف إنه أوقات في ناس لازم يتربوا. مش لمصلحتنا نختلف نحن والدولة المصرية. مش هيك قصدي يا مير، بس عم أقول في حال شاهين يارد ما رضي يدفع اللي عليه. ساعتها لكل حادث حديث. يعني رح تعطيني أبو سمرة؟ إذا أنا مشكل له، بس إذا تتحل القصة بالأخذ والعطاء ما في مانع. عم تغلط يا مير. مير ما بيغلط يا صبي. عفوا يا مير، بس أنا كل مقصد يقول إنه أبو سمرة دمه فاير وإجراي ما عادتش على الأرض قد ما الناس عم تنفخ فيه وتهيص له وتقول عنه إنه بطل. مش بطل. أكيد يا مير فارس الفرسان. وعزم بحقله يا مير أمين، بحقله. خده معك تدبر أرزاقك بالشام، بس على شرط لما بناديه بدي اياه يجي لعندي اسرع من الطير. امرك يا مير. اسمح لي انسحب يا مير. خليك قاعد. ندولي وراء ابو سمرة غانم. يا مير شو وضع حاكم الشوفين من بعد انتصارك عليه؟ عرفنا انه هرب على حوران. وهونيكي وقع بالكمين يلي كان نصب له اياه ابراهيم باشا. قيدوه على عكا وانقطعت اخباره. أمرك يا مير. أبو سمرة غانم. خير يا مير. شو يا أبو سمرة، شكلك فايت على معركة مش جاي تسلم على المير. شو نسيت إنه حربنا خلصت وانتصرنا؟ العفو يا مير، بس كنت بالتدريبات مع العسكر وقالوا لي إنك ناديت. عسلمت عينك يا أبو سمرة، عسلمت عينك. ومع حق البصارة اللي تنبت لك من 33 سنة وقالت إنك رح بتكون فارس الفرسان. لها سبب أحمد باشا طالبك حتى تدبر أرزاقه بالشام. بأمرك أمير، وين ما بتوديني بتعتبر إنه أوامرك مطاع. سمو الأمير. شوف عندك يا صبي، في رسالة من إبراهيم باشا مستعجلة لسموك. هيك لكان رسالة من إبراهيم باشا، قرب تشوف. خير إن شاء الله يا أمير. إن شاء الله ما بيكون فيه إلا الخير. إن شاء الله يا رب. إبراهيم باشا. خير يا أمير طمنا. قلت لكم ما في إلا الخير. إبراهيم باشا ضغط على والي عكا حتى يعدم حاكم الشوفين عدونا، بس بالمقابل طالب منا أنه نوقف حد منه بنابلس. لهي أنه الصوار شقوا عصا طاعه وبلشوا يضايقوه. شو يا أمير أمين، بعد خيفان أنه أعدائنا يقوا علينا؟ هيدا حاكم الشوفين وانتهى أمره. اليوم وبالرايح ما بقاش في بالميدان إلا حديدان.
بكرة الصبح تروح على راس وفد محمد بالهدايا تشكر إبراهيم باشا على وقفته اللي مش عارف معنا. وانت يا ابو سمرة. نعم يا امير. بتجهز 500 فارس وبتنطلق على نابلس حتى نوقف حد منه بالمعركة. امرك يا امير. عفوا يا امير. في نروح انا على نابلس محل ابو سمرة؟ نفس اللي قلت لكم عنه بلا مجادلة. خوف وخفرع انك دود مصر بنيلها واهرامها حكمناكم نار وبارود بلدكم جينا نقسمها خوف وخفرع انك دود مصر بنيلها واهرامها تعيش لازم تدفع لي بخشيش نشرب شيشة بالنبريش وانت الشيشة تختمها خوف وخفرة انك دود مصر ابن الشباب. الله 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 بس يا شاهين يا رجالة مالك يا شاهين قلقتنا عليك انت بتبص على ايه ايه يا شاهين اتأخرت كده ليه ما تواخذوني كنت عم كفي اللمة الله هو انت بتلم علينا يا سي شاهين لمة قصدي البخشيش حقكم من المحاصيل طب ما تقول كده من الصبح ايدك على الحلاوة المهبب اللي انت جايبه ده جبت كام يا شاهين هودي اللي قبضتهم اليوم دول بس يا شاهين دول بس دول ودول ما خلاص بقى انتوا بتضحكوا على ايه هو انت بتتريق عليا رحت من الصبح تجيب فلوس ترجع لي بدول بس هودي المحلات اللي كانوا فاتحين فاتحين ايه وغامين ايه يا شاهين هو انت مش مدكن حاجه كده الله 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 ايه الفلوس دي يا شاهين جبتهم منين بقول لك ايه ما تزعلنيش ما تقولوا له ليه بقى ما يزعلنيش اسمع ما اقول لك بكره الصبح هتدفع اللي عليك ها والا والا شو ما تقولوا له يا رجاله والا شو والا حيمسك في زماره رقبتك ليه هو حيزمر بيها يلا بينا يا رجاله غرامك غرامك كبد العاشق مصرفات وسنان الهجر عفراقك
تعرفي الله يرد خيب وسمرة بالسلامة بيناتنا اللي بتفكر تتجوز فارس من فرسان المير بتكون بنص عقل. ايه وليش عم تحكي هيك؟ ما الحرب خلصت وخيب وسمرة يقبرني راجع بإذن الله والفرحة على البواب. ايه كيف ثاقبت الحرب عنا بلبنان كل 100 سنة تتصير مرة ولك دخلك انت كيف بتضلك متشائمة؟ خلي إيمانك بالله كبير، انت بنت خوري ما بده مين يعلمك. أنا خيفاني انك ما تتجوزي خي ابو سمرة يقبرني. خيفين الابطال تروحوا يبقوا اللي لازم يروحوا. ما تكون امك خبرتك قصة زمان تبع البصارة وخي ابو سمرة. قالت لها رح يصير فارس الفرسان واسمه اليوم ملا الدنيا، بس قالت لها انه نهايته. داخلك ما تقوليها هودي خرافات نحن ما بنؤمن فيهم. المهم عم بتصلي له؟ ما عندي غير هنية انه الله يحميه ويرده بالسلامة. يقبرني لكن خلي الباقي على الله وقومي تنمشي. الله لك لوين بدك تروحي؟ يمكن يجي على الساحة ناس ناطرته تيحتفلوا بانتصاره. حلو بين حده ما أنا خطيبة البطل وأنا أخت البطل. وفكرك إذا إجا خي أبو سمرة على الساحة يقبرني، رح يكون معه وقت لقلنا يا حضرة خطيبة البطل. صحيح، ما الأبطال بيخلقوا بيموتوا كرمال الناس. قلتلك ما بقى تقولي هالكلمة ستاج. الله يستر، شوفي من جاية. شاين يا ريت شو بده؟ جاية مع زهران ومثل العادة، طيب بدل خوي من الناس المعطرة. هوينك يا خي يا أبو سمرة يا تقبرني، ما حدا غيرك ربي ورد المصاري لأصحابها. ماشي إجا. بتعرفي شو؟ شو؟ خلينا نبكي مريم. شو هو الصبايا؟ كنتوا عم تحتفلوا بالنصر؟ ما بيخصك شغلنا عم نعمل وما لك شغل معنا. هلا هيك خيك ابو سمرة علمك تحكي مع الناس؟ خلاص يا مريم شو بدك فيه؟ هلا اذا اجى ابو سمرة بيكبر المشكل، خلينا نفل. لا يا انه الكفين اللي طعمكيهم خي ابو سمرة يقبرني ما كفوك وعبالك تاكل غيرهم. خلاص ما بدك فيه، ما حد ازعر. هيك خلاص. عم تسمعوا يا شباب؟ ابو سمرة يقبرني. طعميني كفين. هيك خبركم البطل؟ هيك الناس حكيت، ولو ما دخل الامير خنجر وخلصك منه كان خي ابو سمرة يقبرني خلص عليك. ولك كني بقى شو بك كني؟ هلا خنجر وسكاكين وسيف وترس يقبرني. هودي كلهم كانوا خلصوا علي.
شباب خذوه ونوقفوه من تحت سير العرض وخلي البطل يعرف وينه. شاهين يا قبرني. شي قدامي شي قدامي شي قدامي من قلبك شاروخ. شو قصتك يا شاهين؟ الهيا ما تعلمت من اول مرة، بعدك حابب تلعب مع ابو سمرة. شباب ابو سمرة كان عم يدافع عن شرفه. قلت لك حل القصة بالسياسي، ما كنت تقرا حتى وصلنا للي نحن فيه اليوم. طول عمرك بتحب المشاكل. انا يا مير بتروح بتجيبه لهون لعندي لخدامي بشركل حتى علمه كيف بيتجرأ يوقف وش المير. بس ابو سمرة فينا نتكل عليه، والقوة ما رح تنفع معه يا مير، خاصة انه اتباعه عم بتزيد. انا بشوف انك تعفي عنه وبخليه يحضر قدامك ويقدم لك الطاعة. كيف بدك يعني اعفي عنه وقتل المصري اللي كان مع شاهين يارد؟ زعل ابراهيم باشا وهو اللي عم يطالب انه سلمه ابو سمرة. ايه يا مير بس شو؟ بدك يعني اوقف بوش الدولة المصرية؟ هذا اللي كنا خايفين منه من الاول يا مير، عن جهيته اللي وصلتنا لهون، صار بده يعمل زعيم ويقود الثوار ضدنا. ثورته مش ضدنا يا مير، ثورته ضد ابراهيم باشا. ها بس ابراهيم باشا بيبقى حليفي. بس ابو سمرة غانم ابن المعمرجي بده يحررنا من المصريين ويوحد الشعب. اعطيني الامان يا مير. عليك الامان. الثورة بتخلق من رحم الالم والمعاناة، وشعبنا عم بيعاني، وابو سمرة هو واحد من هالشعب. شو بدك تقول يا احمد باشا؟ فكرك انه ابو سمرة غانم راح يربح؟ يا مير ثورته انطلقت من بيروت وانضمت له جماعات برج البراجني والشياح والمتن وبيت مري ودير القمر. نسوا الطوايف اللي فرقتهم واجتمعوا تحت لواء الحرية وفكرة العيش بكرامة. عم بنشروا نعوش عم بنشروا نعوشهم بإيدهم. فرقة من الجنود الأرناطية بقيادة مشهر آغا توجهت على بيروت. فكرك انه ابو سمرة غانم رح يقدر يوقف وجهن؟ خليه يدفع ثمن عن شهيته يا مير، ما عاد عنده سلاح يكفي، بكره بده يضعف ويستسلم. انت فارس يا مير امين وبتعرف انه المعركة معنويات. ابو سمرة غانم ماشي صوب المجهول وعم بيقود الشعب للخراب. المجهول اللي انت شايفه يا مير يمكن يكون الاستقلال بنظرهم. عفوا يا مير، بس كيف بتسمح له يحكي معك بهالطريقة؟ لأنه عم يحكي الحقيقة. أوقات كتير منشوف الكرسي من بعيد منفتكرها شي قطعة حلو نركض وراها، ولما منوصل منشوف إنه الحكام الحقيقي هن الحكام اللي وصلونا ونحن مجرد ورقة بين إيديهن. ونحن مجرد ورقة بين إيديهن بيرمونا وقت اللي بدن ومصفي. لمع ستي بخير ولمع سيدي بخير، نحن راقدين ولعنات الشعب راقدة ورانا. روح يا مير، روح ونفذ اللي قلت لك عنه. أشهر شيخ الفرسان عالساحة بسيفك نازل، وحدك فارس الميدان، ويل اللي ضدك بيقاتل، ويل اللي ضدك بيقاتل. سمعتوا يا شباب؟ حشر الله معنا الله معنا. سمرة شيخ الفرسان الساحة عرفت أمجادك، في سيفك حرر لبنان وعم بتناديك بلادك. سمرة شيخ الفرسان الساحة عرفت أمجادك، في سيفك حرر لبنان عم بتناديك بلادك. داود لما باسم الله قلياد قاتل السمك شفع، لبنان عنا من بعده
رح تركع. السحاب وسمرة طلي قاتل مشعر ويزلوا، نحن جنودك رح منضل الأعداء عنا يفلوا. السحاب وسمرة طلي قاتل مشعر ويزلوا، نحن جنودك رح منضل الأعداء عنا يفلوا. أبو سامرة ده هتخلصوا عليه ولا إيه؟ ما حدا بيعرف محله، بيتنقل بالمخفي بالمناطق، والشباب عم يتجمعوا حوله وعددهم عم بيزيد يوم بعد يوم، خاصة إنه يوسف الشنتيري من كبار سوار بكفية انضم إله. وإنت يا أحمد باشا عملت إيه؟ ما كانش أبو سامرة ده صاحبك، كنت عاوزه يلم محاصيلك من الشام؟ صحيح يا إبراهيم باشا، بس من بعد ما أعلن ثورته ما قطعت اتصالاتي فيه، مثل ما قال لك المير أمين ما حدا بيعرف محله. عايزين مني إيه؟ الجيش الأرناؤوطي وهزم ومجهر آغا وقتله، والجيش الإنجليزي والعثماني بيحاربنا وعايز يطلعنا من سوريا ولبنان، وانتوا بتعملوا إيه؟ بتتفرجوا على ده اللي اسمه أبو سمرة وصاحبه اسمه ايه؟ يوسف الشنتيري. الشنتيري اسم عالم ده. جرى يا جماعة، احنا حلفاء ولا ايه؟ اكيد يا ابراهيم باشا احنا حلفاء ومنفخر بهالشي. تفاخر ما تفخرش ما يهمنيش، اللي يهمني انه ابو سمرة ده لازم يموت، وان ما ماتش هيتحالف مع الانجليزي والعثماني ضدنا، وده هيبقى خطر علينا. طيب كيف بدك إياه نقتله وهو مش عم بيحاربنا؟ عم بيحاربكم إلكم. تحاربوا معنا ضد شعبنا. أمال إيه؟ إحنا ما وقفناش مع الأمير بشير بتاعكم ضد أمير الشوفين، وطلبنا من عبد الله باشا ولي عكا يخلص عليه عشان نريحكم منه. يعني منفهم منك انه ابو سمرة اليوم هو عدوكم ونحن لازم نقتله. عفارم عليكو، حبة منك وحبة مني، تريحونا منه، احنا حلفاء يا جماعة. طيب يا ابراهيم باشا، لنفترض انه ابو سمرة غانم سلم حاله. سلمهولي وانا اللي هقتله بايديا دول عشان دم المصريين ما يروحش يهدر. وإذا ما قدرنا نوصله؟ دي أوامر لازم تنفذوها، وإن ما حصلش بتقولوا الأمير بشير بتاعكو يا أبو سمرة يا هيدفع الثمن غالي. قلبي انقطع لما عرفت إنك انجرحت بالمعركة. مش مهم، المهم ربحنا. نشكر الله عقبال ما تحتل قلبي، من دول لا قتل ولا جريح. بحبك. كنا بألف خير، شو كان بدك بهالقصة تنشأ عن المير بشير وتعلن العصيان والثورة؟ ليش ما بتروح لعنده بتطلب رضا وعفى الله عما مضى؟ أنا ما غلطت أطلب رضاه، بس هو بحبك. أنا بحب بلادي أكتر. صرت عم تحكي مثل هودي الكبار اللي بصيروا يزايدوا على بعضهم بالوطنية. لا يا تاج، أنا عم بحكي من حزني، عم بحكي من حرقة قلب. بعدين أنا من هالشعب البسيط اللي لما بحب بحب من قلبه، مستعد يموت كرمال اللي بحبه. يعني مستعد تموت كرمالي؟ بحميك بعيوني. لك قول هيك ما عندي شك، إذا كان بسبب غلطة صغيرة عملها معي شاهين يارد صرت قاتل نص جماعته وأعلنت الثورة على إبراهيم باشا وانشقيت عن المير بشير، فكيف إذا كانت الغلطة كبيرة؟ الله يستر. الشرف غالي يا تاج، والإنسان اللي تعود يعيش من دون شرف أحسن له ما يعيش. تعرف
لو سمعت مني اختك مريم كنا تفيدينا المشكل وما وصلنا لهون. ما قلت لي امتى رح ارجع اشوفك؟ ببعت لك مرسال بخبرك وين وكيف. يلا شباب. صار في مرسيل بيناتنا خواجة ابو سمرة؟ انتبهي على حالك. اختك مريم قلبها دايب عليك، رح تبقى تطل عليها. اختي تقبرني. طمنيها عني وقولي لها اني اشتقت لها. يلا شباب تاخرنا يلا. اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم باشا. اجيتك لعندي كثير بقدرها. ومثل ما المثل بيقول نحن الضيوف وانت رب البيت. بس احنا ما اتفقناش على كده يا امير. حقك تكون زعلان يا ابراهيم باشا، بس العصبية ما بتوصل لنتيجة. ارتاح، خلينا نحكي على رواق ونشوف كيف فينا نحل لهالقصة. وابو صمرة ده سيبني ارتاح، الولد ده مشكلة ولازم نخلص عليه. انت بتعرف انه لو كانت الشغلة بايدي ما كنت بتأخر. انت بتدلعه. الله يسامحك. المير امين بزيارته لي وعدني خير، لسه ابو صمرة بيسرح ويمرح ما حدش لقي له مطرح. بس ما تنسى يا ابراهيم باشا انه ابو سمرة فارس مدرب على اهم ايدين فرسان المير، بيعرف كيف منفكر وايمتى لازم يضرب ضربته وايمتى لازم يختفي. ده قتل مجهر اغا اهم الفرسان النعطيين. هو ده التحالف يا مير. عم تظلمني يا ابراهيم باشا. بذكرك انه بحربك ضد الثوار بنابلس وعدت لك 500 فارس من أهم الفرسان اللي عندي وربحت الحرب، بس هالمرة أنت ما طلبت مني المساندة العسكرية. الله، وده عايز سؤال. إحنا حلف يا مير. اسمع، الجيش الأرنوطي دلوقتي بيجهز نفسه وعايز يخلص على أبو سمرة. جيش الأرنوطي جيش مرتزقة بيقاتل كرمال المال، ممكن يربح حرب، بس إذا بتجمع جيوش الدنيا كلها مش ممكن تقدر توقف بوي الشعب حامل قضية وعم يدافع عنها. قال يا أمير، أنا جايلك عشان تديني دروس ولا إيه؟ بعدين أقول إيه للدولة المصرية؟ وصايا زي أبو سمرة ده مش قادرين نمسكه أو مش عايزين نمسكه. عم تخوني يا إبراهيم باشا. فكر زي ما انت عايز، أنا حاضر بالشعب حتى أبو سمرة ده يسلم نفسه. بس هالشي رح يزيد عناده بحربه ضدنا، خلينا ندبر له فخ يوقع فيه تما ينقلب الشعب علينا. ما يهمنيش تعملوا إيه، أنا اللي يهمني أشوف أبو سمرة ده ذاك قدامي. اسمع يا أمير، معك 24 ساعة. عم تتحداني يا إبراهيم باشا. افهم زي ما انت عايز. إبراهيم باشا، حب ذكرك انه علاقتنا مع الدولة المصرية تتخطى مركزك. ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا من نفسي ما سمعتش حاجة. اسمع يا امير، معك 24 ساعة. مير أمين، الورقة بين إيديك أمير حتى تبين لكل الناس إنه ابن المير مير. مش لمصلحتنا نخسر الشعب ولا لمصلحتنا نخسر إبراهيم باشا. طرف قضية معقدة. مير أمين، أنا لقيت آخر الحديث. تفضل قول. المير فارس انضم لأبو سمرة وعنا مين بيعرف سعره. كمل يا أحمد باشا. خطف تاج وتسليمه لإبراهيم باشا ما بيكلف أكثر من 1000 مجيدية. إذا الجبن بإيدك فار بيضل يحوم حوله تيعلق بالمصيد. ونحن لا من شاف ولا من دري، منضل برات اللعبة. أحسنت يا أحمد باشا. أحسنت. أحسنت. أهلا وسهلا يلي انضموا من الجبل للوادي، لبناني عم يلتموا بوش الأعادي. إيدي وإيدك نمشي سوية تنحمل ذات القضية، ما تفرقنا طائفة، هي بلادك هي بلادي. منهور ومنحمي عرضنا مصري ما بتلوي زنبي.
بأرضنا بارودي ورصاص عندنا انضموا لإلنا المير حيدر ومنصور بيت اللمع ورجال راس المتن والمير يوسف فارس المشهور وبيت الشهاب سيوف عم بترن وانضم إلنا المير بوفعور حدو شباب الشوف والشحار فرانسيس شيخ الخازني مشكور والشمال كله كسروان كتار أهلا وسهلا بيلي انضموا من الجبل للوادي لبناني وعميل دمه بوش الأعادي مرهوم منحمي عرضينا مصري ما بتلوي زندينا مرهوم الكعب أرضينا انضموا أهالي طرابلس بيروت دير القمر ومعنا الضنية الزاوية صغرتا قال جينا نموت برج البراجن الشياح وضبي وجبايل والبطرون تركوا بيوت والزاوية انضموا الأفندية عبيت مرد دامور فينا نفوت معون الثورة اليوم قوية أهلا وسهلا بيلي انضموا من الجبل للوادي لبناني عم يلتنوا بوش الأعادي ايدي وايدك نمشي سوية تنحمل ذات القضية ما تفرقنا طائفة هي بلادك هي بلادي سمعيني طول عمر الديري بوصورة ويوسف شنتيري حدو مصر إبراهيم باشا صاروا على حكم الأميري برهوم منحمي عرضينا مصري ما بتلوي زندينا برهوم ركاع بأرضينا بارودي ورصاص عندينا بارودي ورصاص عندينا عرفنا جاتشي ما من الفرق صحيح يا شباب فرحة كبيرة فيكن بس الفرحة ما رح تكمل إلا ما أعرف مين خطفتاش يا أبو سمرة يوسف الشنطيري خيك أنت أمور المهم ما تخليني نشوفك زعلان انضمامك لإلنا يا يوسف عطي هالشباب عزم جديد البركة فيك يا أبو سمرة لازم نعرف مين خطفتاش وبسرعة استعملوها تيضغطوا عليك قد ما صرت مكبدون خسائر على فكرة هودي حق سلاح جبتون للشباب 5000 قرش كانوا مع مشهر آخر شباب ما قلت لي شو مخططك مخططي سلم حالي للمير وخلص تاج وانت بتستلم الثورة من بعدي لا تغلط يا ابو سمرة استسلامك بحط من هزيمة الشباب بعد كل شي عملته وتاج تاج خلينا نفكر سوا بخطة نشوف مين له مصلحة بخطفة بس يوسف لمن... الوقت مش خير يا شباب شو فيه شو فيه اجا المير امين مير امين عيب يا شباب عيب المير امين ضيفنا ونحن مش هيك بنستقبل ضيوفنا نزلوا سلاحكم نزلوا اهلا وسهلا بالمير امين خير معذب تحت التلج وجاي شو فيه ابو سمره مير بشير بيطلب منك للمرة الأخيرة الخضوع والاستسلام أنت وجماعتك أرح فيكم توقفوا بجبراهيم باشا تأخرت بمشيتك يا مير إبراهيم باشا بخطر الإنجليز والعثمانيين عم بحاصروا جيشه من عدة جبهات وحربنا من الداخل عم بتضعفوا بطل يخوف يعني تحالفتوا مع الإنجليز والعثمانيين؟ فشر نحن مش متحالفين مع حدا ورح نقتل كل عسكري أجنبي بحاول يعتدي على أرضنا مش هيك يا شباب؟ معلوم أخي فرانسيس حكيك مع أبو سمرة يا أمير أمين أمير فعور عم تفوت بحرب خسراني سلم حالك للمير وأنا بضمن لك العفو وأنت يا أمير فارس ما بقى تعذب حالك يا أمير وتحاول تحكي معنا حكيك مع أبو سمرة إذا هو قبل أو رفض نحن معه حبيت وفائك وإخلاصك يا أمير فارس وراح أخذ بكلامك لأنه اللي بدي يقوله لأبو سمرة الأفضل يكون على انفراد اللي بدك تقوله يا مير فيك تقوله قدام الكل المير بشير طالب مني قل لك كلمتين على انفراد بعدين القرار بيرجع لك إذا بتحب تشارك فيهم جامعتك
قول يا أمير شو في عندك؟ جيت أقول لك تنبسطش كتير إنه عددكم عم يزيد. أنت مخروك من الداخل يا أبو سمرة. حبيبتك تاج انخطفت على يد أقرب المقربين منك المير فارس. كيف؟ المير فارس؟ قبض حق عملته من شاهين يارد وتاج صارت بين إيدين إبراهيم باشا. مش معقول لها بتقوله يا أمير، هيدا ابن طيفتي مش ممكن يخوني. دود الخل منه فيه. طول عمركم بطايفتكم تجتمعوا على كاس العرق وتتخانقوا على الزعامة. مين بيعرف شو وعده إبراهيم باشا؟ كلامك مش منطقي يا أمير. ليش بده سلم تاج بالوقت اللي فيه سلمني لإلي؟ جواب عند إبراهيم باشا. بعد عندك شي تقوله؟ أبو سمرة شباب للمرة الأخيرة بقول لك وقف حد المير، حربك خسراني، سلم حالك وربح رجالك. الرسالة وصلت يا مير. شادت ظهرك بالأمرة والأعيان الماشيين معك؟ فكرت حالك صرت زعيم؟ شو بك ما عم ترد؟ بكرة كلهم اللي بيتركوك وبيرجعوا لإماراتهم وأنت ترجع لقياسك ابن المعمرجي. استقبلتك كضيف بس أنت ما احتنمت الضيافة. شرف عائلتك رح ينتهي فيك بس أنا شرف عائلتي رح يبتدي فيي. الأيام بيناتنا يا أمير وبفرجيك ابن المهمرجي شو ممكن يعمل. تعرف الطريق أو مندلك عليها؟ عم تغلط يا أبو سمرة بس مش رح قل لك أيامك صارت معدودة، ساعاتك صارت معدودة. اسمعوني يا شباب، ما حدا منكم مجبور يكون معنا بس اياكم والخيانه. الكلمه اقوى من حد السيف، فيها تهدم المعنويات وفيها ترفع المعنويات. ونحن عم نواجه عدو خطر وشرس وما بيرحم، والتهويل اللي عم بيمارسه علينا هو حرب نفسيه حتى نضعف ونخاف. ونحن شعب ما بيضعف وما بيخاف. وطننا وندافع عنه حتى الموت.
حبيبي شو جرالك من أغلاطك استفيد من نقاش إلا حالك والناس اللي عندك عبيد حفلي عمراني وانت يا صبي الحق تقعد محل بيك عفوا يا مير ما حدا بيقعد محلك بس نحن كنا عم نحتفل لانه انتصر ابراهيم باشا نيح وابو سمرة غانم يا مير قايد الحملة بزيت واطلق النار عليه وشايفه وقع بارض المعركة كيف هيدا اللي كنا خيفانين منه الجيش المصري جيش منظم فوق على الثوار بالعدة والعدد نحن عملنا اللي علينا يا مير وحاولنا انه المعركة ما تصير ايه بس ابو سمرة وجماعته افتكروا انه راح يربحوا المعركة بالكم بارود اللي معهم بس بالنهاية بيبقوا ولادنا والمفروض انه استعمل صداقتي مع ابراهيم باشا حتى حل قصة 71 قائد من قوات الثورة اللي وقعوا بالأسر بس يا مير هودي تمردوا لازم يتعاقبوا هيك انت بتشوف يا مير امين نعم بذكرك انه انا طلبت منك انك تحل القصة انت وابو سمرة بس ما طلبت منك انك تخطف خطيبته تاج وتسلمها لابراهيم باشا بين انك تمردت على اوامري انا شو المفروض انه اعمل اقتلك وبقى ساكت
ليش ما بتد؟ بس أنا ابنك يا أمير. أنت ابني، صحيح أنك ابني من لحمي ودمي، بس أني كمان بيبقى أولادي بالوطن. أصعب المسؤول اللي بيوقف قدام شقوفين وعليه أنه يختار بين المر والأمر. يا أمير بعرف أن الوقت مش مناسب، بس شو بدنا نعمل بقضية بونا كليماندوس رئيس دير إسحية؟ بونا كليماندوس، بونا كليماندوس، وعيكون جاي بدي يحكيني بموضوع البطرك يوسف حبايش. القصة خلصت، والبطرك إجا لعندي على بت الدين واتصلحنا، وأنا المير غسلت له إيدي ورجعت المي لمجاريها. والله يا أمير أنا كل اللي عرفته أنه طالب يشوف سموك. آه، ما فهمت منه شو الموضوع. كان متحفظ كتير. أي. بس اللي عرفته انه الموضوع حساس والهيئة متعلق بالطائفة. لأن كل مواضيعهم الحساسة متعلقة بطوايفهم. بس ايمتى كلمة وطن راح بتحل محل طائفة بهالبلد؟ صحيح يا يعني. مين اللي عطاك هالمعلومات يا احمد باشا؟ والله يا امير ناس مقربين من الرئيس. هيك لكن مقربين؟ نعم. ما هي المشكلة بهالبلد مشكلة المقربين. بيشعم شمو وبيلخطوا لك الأخبار من الشمال لليمين، بيقبضوا حقها وبينقلوها من هالك لمالك لقباض الرواح مبهرة وملحة على أساس شو؟ إنه هن مقربين. طيب يا أمير هلأ شو بتريدنا نقله للرئيس؟ خليني أفكر بالموضوع. طيب وبالنسبة لإبراهيم باشا ومسألة الثوار يا مير؟ بعض الجمر تحت الرماد وصعب علينا نقدر نحكي مع إبراهيم باشا، بس ما بتصور إنه رح يأخذ قرار بدون ما يرجع لإلي بهالموضوع. المهم هلأ يا أحمد باشا. نعم يا بديك إنك تشوف من الرئيس وتحاول إنك تفهم لي منه شو الموضوع. أوف كورس يا مير. هيك لكن خابت لزق؟ إريك مش هين عم ترك على الإنكليزي كمان. اشرح للجماعة يا بونا جيس مظبوط يلي قلتو اسمعتو، قالوا بو سمرة ملقوط هالخبر انا تبعتو، سيدنا ودى رسالة وقال لي فيها الحال نداويها، خبرية مش صحيحة بو سمرة بصحة جبتو لعنا عالدير لما قال لي شاي طيصلي، ما تواخذنا بونا الرئيس عالاستجواب، جودو معنا بيكلفنا نعيش العذاب، يا جماعة بو صمرا من السوار مش هم نضلوا معنا بقلب الدير، نحن اللي منقدر نحمي من الأخطار هنا على طول. يا أحب أبو صمرة ابن الطيف التجل عنا عائس حي دير الرهبان، ضروري دافع عنه دافع عنا لما كنا بوش المصري ضد الطغيان. يا بونا أنطون هالشغلة خطر علينا إذا عرف إبراهيم باشا إنه بوسمرة بدير صحية، صار لازم نوقف مع الشعب اللي بيدافع تيحرر أرضه، إبراهيم باشا مع جيشه ضرايب فرضه، بس يا إخوان مش لازم ننسى نحن رهبان مش للسياسي، نحن كنيسي من دافع
دافع خالقنا معنا بالكنيسي من دون شعب شو إلها معنا. كل مين عبر عن رأيه وقال شو بيفكر، بس بالنهاية نحن رهبان وعنا نظرة طاعة ومنسمع بصوت الريس صوت الله. أهلا يا ابني، شو أخبارك يا أبو سمرة؟ يا بونا إذا وجودي بشكل خطر عليكم أنا بفل. وين بدك تفل؟ هيدا بيتك. بس يا بونا مش كل الإخوة موافقين على وجودي معكم وحقهم يخافوا. أنت يا أبو سمرة ابن هالكنيسة، والابن لما بيبرد بيركض لحضن أمه تدفيه. قل لي يا بونا نورني، شو لازم أعمل؟ ما رح يخطر ببال حدا أنك موجود بالدائر، بس تنحمي حالنا أكتر رح لبسك توب من تواب الرهبان اللي عنا وسميك بونا سيب العوري. بس يا بونا أنا ما بستاهل ألبس التوب المبارك وأنا مليان بالخطية. كنت بتمنى عرفك ونقيك من خطيتك، بس أنت فارس وشاركت بعدة معارك وحروب وأكيد أنك قتلت، ونحن كرهبان ما بيحقلنا نحلك من هالخطية إلا بإذن من البترك. بس يا بونا الرئيس أنا معي ورقة من غبطة البترك يصفح بيش تسمح للرهبان والكهنة يغفروا لي خطية القتل، لأني لما كنت عم بقتل ما كنت عم بعتدي على حدا، كنت عم دافع عن أرض بلادي. وهالورقة معك؟ دايما معي. وعم بتقول منضي من البترك؟ نعم يا بونا. وكل بترك البترك؟ البترك البترك. خليني شوفها. حاضر حاضر. روج تفضل. يه 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 تريك منك هين يا ابو سمرة، سبقني على الكنيسة وتحضر للاعتراف. حاضر حاضر. بتقولي ابو سمرة غانم قتل شاهين يارد؟ هو أبو سمرة لسه عايش؟ أنا حواري من إبراهيم باشا، سيبوها تخش. إيه الجمال ده كله يا ست هاني؟ الله، هي مجرمة عشان ماسكينها وجايبينها ليا؟ سيبوها. أنتي ما بتتكلميش ليه؟ هي العصفورة أكلت لسانك؟ ولا زعلانة عشان أخدناكي من حبيبك أبو سمار مردة؟ أنت مخصماني ولا إيه؟ إذا كنت مفتكر بهالطريقة أبو سمار رح يستسلم بتكون كتير غلطان. ده وضع عبيط، حد يسيب الجمال ده كله؟ عم تتبع لغة الضعاف لما ما قدرت توقف بوجه أقوى منك. ما حدش يوقف وش ابراهيم باشا، احنا سايبينك لحد دلوقتي عشان انت الست. ما تزعلنيش بقى، ما تزعلنيش عشان حبقى وحش. وشو بتسمي خطفك لإلي؟ بطولة؟ بطولة ده ايه؟
احنا عايزين نبقى حبايب. شو بتقصد؟ طيب هفسرها لك حبة. حب اصلي جمالك ودلالك ده مش بيخلياني افكر. فوت بالموضوع اذا بتريد. طيب هخش بالموضوع. انا عايزك تقولي لابو سمرة حبيبك يبطل هباب. مش عم بفهم عليك. انت جميلة اوي. جميلة وبقك زي العسل. مش حرام ما تبقيش بين الهوانم والبهوات وينادوك يا ست هانم. انا مبسوطة بمركزي بين اهلي. لا ما حدش قال تطلعي من اهلك. اللي يطلع من هدومه يبرد. فيصل شو بدك مني؟ ولو شو خطفني وجبني لعندك؟ انا قصدي شريف. انا عايزك تقولي لابو سمرة حبيبك يبقى بين المسؤولين والبشوات. هو مش بطل. بعدين انا اسف على المقابله اللي قابلتك بيها، بس قابل ابو سمرة ازاي؟ يعني استعملتني تكون طعم وتوصل لابو سمرة؟ ده واد راسه جزمه تنخ وعنيد. ابو سمرة مشكلته مش شخصيه معك، مشكلته مع كل غريب على ارضه. كيف بدك يرد عليك وهو اكيد لو وقع بين ايديك رح تقتله؟ لا انا هقتل بطل زي ده؟ ابو سمرة بطل؟ انا عايزه عشان اقول له الكلمتين دول وما حدش هيأثر عليه الا الجنس اللطيف. يا لطيف انت يا ملبن يا عسل يا قشطة يا مانجا يا برنسيسة. احنا ما نسواش اي حاجة من غيركو يا بسبوسة يا ايه يا جميل انت. واللي بريد الخير للتاني بيبعت له شاهين يارد تقيتله ويخطف له خطيبته. شاهين يارد دوت صايع. انا قتلته بايديا دول على عملته دي. ايه لسه القمر زعلان ولا ايه؟ قلت ايه بخصوص شو؟ بخصوص شو؟ تاج اشياء هدومي. احنا يا تاج في حرب مع الانجليز. احنا عايزين ابو سمرة عشان نبقوا مصر ولبنان اخوات. الانجليز هيبقوا وحشين. خليني افكر بالموضوع. تفكري ليه يا تاج؟ تفكري ليه؟ طيب انا مش هقابله. قابليه انت وانت قولي له الكلمتين دول. هو اذا ما قبل بصوا اللبناني حلو من بقها ازاي. واذا ما قبل ما تقبليه. هو بيحبك وعايز يتجوزك. يلا بقى يلا دي مهمتك يا جميل. يلا عشان نفرح بيكو. يلا يا تاج يلا يا تيتي. فكاري
أهلا وسهلا فيك يا أبونا الرئيس، أنت والإخوة والمقدمين. بس بالنسبة للموضوع، الشغلة طلعت من إيدي وصارت متعلقة بإبراهيم باشا. بس لو أبو سمرة غانم قنع مني من الأول، ما كنا وصلنا ليلي نحن فيه اليوم. تبقى المير الكلمته مسموعة وقادر تعمل شيء. ما بخفي عليك يا أبونا الرئيس إنه إبراهيم باشا كان ناوي يهدم 71 قائد من قواد الثورة. بس أنا اتدخلت وطلبت منه إنه يخفف العقوبة. ساعتها قرر إنه ينفيهم بدل ما يعدمون. الحرب ربح وخسارة يا أمير، وبالنهاية كلنا خسرانين إذا ما وقفنا حد بعضنا وقت الصعوبة والشدة، وما بدنا نضل نفكر باللي مضى، خلينا نفكر ببكرة. يعني كأنك جاي لعندي عم تطلب مني إنه أعفي عنه. إبراهيم باشا محتاج لإلك بحربه ضد الإنجليز، وما بتصور إنه بيرفض طلبك، خاصة إنك حليفه وجيشك عم بيقاتل مع جيشه بالمعركة. بعدين هيدي رغبة سيدنا البترك يوسف حبيش اللي وداني خصوصي أطلب هالطلب، وعارف إنه ما رح ترده خايب. يا أبونا الرئيس، البترك بيمون وطلباته أوامر. يعني بفهم إنه بكفي عفينا عنه. بس شو بدي قلك يا أبونا الرئيس، هيدا الصبي قرد يه. قرد وخلقين قبل العفريت كمان. شو بأكد لي إذا عفيت عنه رح يقعد عاقل ومش رح يرجع يخلق لي شي بلبوشي يبليني فيها من أول وجديد؟ في فرق بين العاقل والجبان يا أمير. أبو سمرة غانم جاي تخوني يا صبي؟ معاش اللي بخونك يا أمير، بس أنت عم تتعاطى بالسياسي، تركني أنا أتصرف على الأرض. يعني عم تعترف إنك كنت مغلط وجاي بدك تصلح طابقك. ما في إنسان بيملك كل الحقيقة يا أمير، بس القسم من الحقيقة اللي أنا بملكه خلاني أحمل سلاح والناس تمشي وراي. ما بعمر الحقيقة كانت بحاجة إلى سلاح تدافع عنها يا أبو سمرة. معك حق يا أبونا الرئيس، بس ما فيك تضلك حمل بوجه الديب اللي ما بيعرف معنى الحقيقة. زي ما عارف حالك إنك حمل وعم توقف بوجه الديب ومنك قدو. شو بدك بهالقصة إنك تحركش؟ حتى تخسر الحرب بالنهاية؟ إذا أنا خسرت الحرب يا أمير، المهم إني ما خسرت هالقسم من الحقيقة اللي أنا بملكه. بسط إنه الناس زقفوا لك؟ بس بكرة لما تقلب سيقينك خليهم يبقوا يزقفوا لك. بعدين طريق صاير مش هين بالسياسة. لميزك يا أمير. تلميذ يا؟ والتلميذ بيسمع كلمة معلم ومش هيك؟ أكيد. يعني مستعد إنك تقاتل لجانبنا؟ أنا أول فارس بحمل سلاح وبقاتل حدك يا أمير، لما بتقرر تقاتل كل محتل. أبو سمرة عنيد، طول عمرك عنيد وراسك يابس، بدك ثاني شوفك عم تنتحر وانا واقف عم بتفرج عليك؟ برزقش عيونك انا وعم بحكيك، ها خوخر لك اياهم، فهمت؟ يا ابونا الرئيس، انا اعطيت كلمتي للبطرك يوسف حبايش ومش رح اتراجع عنها، بس بالمقابل انت ما جيت على بت الدين، لا شفتك ولا بدي شوفك، انقلع من وجهي. عم تزورني كمان؟ انقلع من وجهي، عم خلقها من وجهي. سلمي خي لابراهيم باشا، ما حدا فات على الحبس عند ابراهيم باشا وظهر، ليش انت بدي فلتك؟ على اي اساس؟ بشو وعدك؟ ودى معي رساله لابو سمره ولازم سلمو اياها. شو صايره عميله يا تاج؟ تحملي رسائل من القعده؟ بخلص اللي بحبه مستعده اعمل اي شيء. وبتشتغلي ضد بلادك؟ سمكه لما بتطلع من المي بتموت. ابراهيم باشا واوي بيلعب على 100 حبل تيوقعك. صحيح يا مريم يلي عم تقوليه، بس هو بيعمل مصلحته ونحن بنعمل مصلحتنا. وبعدين اذا خلصنا من جماعه ابراهيم باشا يا ست تاج، ما رح نخلص من جماعه شاهين يارد. لحقدين على خيي ابو سمره يقبرني، وبدهم يوصلوا له باي طريقه. ما رح اقعد مكتفي وشوف الحبل عم بشد على رقبه ابو سمره. يا الله، خوفي ما رح يمنعني وصل الرسالة. بتعرفي شو؟ شو؟ خلينا نبكي مريم. تاج، بحس حالي بومي أوقات. أوقات؟
بس هلأ لازم نتحرك وتحركتنا لازم تكون مدروسة. أكيد يا مريم أكيد، والله عطانا عقل حتى نفكر وندرس خطواتنا، وبالنهاية القرار بإيد أبو سمرة. خيفانة نكون عم نلعب بالنار. وأنا خيفانة إذا الرسالة ما وصلت لأبو سمرة وصار له شيء لا سمح الله ما رح سامح حالي طول حياتي. يقبرني. طب وين بدك تشوفيه وكيف؟ منشان هيك جيت لعندك حتى نفكر سوا. خليني أفكر بالموضوع. خبرتني مريم شو طلبك؟ لحقت؟ بعد في انت ما تعطيتي سياسي. السياسي لعبه وسخه وزوريبه ضيقه. ما دامك عرفت بالموضوع شو رايك؟ ابدا. الموت اشرف لي. ابراهيم باشا بحاجه لإلك وعم يطلبك بالاسم لانك وحدك اللي قادر تجمع الناس حولك. حتى شو؟ نقتل معه ضد الانجليز؟ ما دام نحن على الحالتين خسرانين وراح نضل محكومين من الغريب. بضل قديمك يلي بتعرفه افضل من جديدك يلي بتجهله. حلك تفهمي يا تاج. إنه كل إيد بتنمد على أرض بلادي بدها قطع. خلي إجريك على الأرض، طلع من قصص التاريخ والشعارات يلي بتقراهم بألف ليلة وليلة. لوحدك مش قادر تعمل شيء. منحارب الأجنبي ولحقين نشيل ابن العرب يلي بضل أرحم. اثنيناتهم ما بيحبونا. اثنيناتهم عم يفتشوا على مصالحهم بأرضنا. إيه وأنت فتش على مصلحتك. إبراهيم باشا بده يعملك أمير ويسلمك مقاطعة. مش أحسن ما تضلك فارس مأمور؟ أشرف لي يكون فارس بثياب الحرية. من أن يكون أمير بتياب العبودية. فيك تقلي شو طلع لك من الحرب؟ سموك بطل وبعدين رح تقضي عمرك هربان. مش عم صدق عيوني، مش عم صدق اللي عم بسمعه.
هيدا انت تاج البنت اللي بحبها؟ انت عم تحكي هالحكي؟ لهالدرجة قدر يأثر فيكي ويغريكي؟ قول اللي بدك تقوله، بس انا بقول لك كبريائك ما عم بيخليك تقبل هزيمتك، الشعب فقد الامل منك، المير بشير ضدك، ابراهيم باشا بده راسك، اذا ما تعاونت معه على مين بعدك متكل؟ على البنت اللي كنت مفكر رح توقف حدي بضعفي، مثل ما كانت حدي انا وقوي. كنت عارفة جوابك، بس افتكرت حبك لإلي اكبر من عن جهيتك. تاج، كنت ناطر من الكل يوقف ضدي الا انت. تعاملك مع ابراهيم باشا صار مصدر شك. اليوم بلش بمرسال، بكره ما بعرف وين بصير. واللي بتعرفيه عنا مش قليل. شباب، وشي عم ترفع سلاحك يا ابو سمرة؟ لما تأكدت انه لغة الحوار بطلت تنفع معك وانك صرتي خطر على قضيتنا، خدوها. دير بالك يا بلقاشي، ده مفترس. هو ده الغضنفر. هو ده قتيل القتلة. هو ده اللي اسمه ايه ابو سمرة العبيط. اديني يا لبيب. دول على شارك يا جميل، عشان نفذت المهمة اللي قلنا لك عليها. خنتيني يا تاج، عملت كل هالشي من خوفي عليك. غيرتي مبادئك وبلحظة دمرتي كل شي بنينيه. لا يا ابو سمرة بيه، سيبها تشوف مستقبلها، ولا ايه يا ست هانم؟ بس ما كان الاتفاق بيناتنا انه تكمشوا. وغيرت بالاتفاق، حكميني بقى. واطي. لا يا تاج، لا يا اوقع، مش ليا الكلام ده يا تاج. مش انا اللي وريتك على الدنيا بجمالها؟ مش انت اللي قلتيلي بحبك يا ابراهيم باشا؟ شو عايزه اتجوزك يا ابراهيم باشا، عايزه اكون ست هانم يا ابراهيم باشا. خيني هالحكي مش مزبوط. عملت هالشي طما نوصل ليالي البصاره تنبتوا عنك، وقال انك رح تصير فارس مهم وتموت مهزوم. خفت عليك وحاولت غير القدر. ايه ده قدر وبصاره وعفاريت وجن؟ حوش ايه ده يا تاج؟ ايه الكلام الهزار ده يا تاج؟ مش انت اللي رحتي مع الجيش وقلت لنا اني حصالك على المكان اللي فيه ابو سمرة وازاي نمسكه؟ كذاب، ما تقوليش كلام اكبر منك. تريكا، مشكلتك معي انا. انا اللي بقول مشكلتي مع مين؟ انا هقتلكم، ما حدش هيضربيكوا. اللي انا محله. حاضر يا ست هانم، هقتلك عشان نفذت المهمه اللي قلنا لك عليها. هقتلك عشان ما عدتش تنفعي لاي حاجه. هقتله واقتلك. ابراهيم باشا، وجهني لالي اذا كنت رجال، ما تفكر اذا قتلتني رح تربح الحرب، لانه بكل بيت رح يخلق الف ابو سمرة غيري. سقفولو. شوفوا العبيط ده، مهزوم وعامل نفسه راجل. انا هوريك من ابراهيم باشا، هجرجرك وقطعك حتت وارميك للكلاب عشان تكون عبره ليقفوا في وش ابراهيم باشا. خدوه. مش بايد الانجليز.
وأنا على طريق المنفى، وحد التاريخ رح بيكون الحكم العادل. الزمن عاصفي تجرف الأقزام، وحده العملاق اللي بيبقى معمشق بالتاريخ ودعساته معلمي ومدرسي للبكرة اللي جاي. وأصعب المسؤول يلي بيحكم وطن صغير بحجمه بس قوي بموقعه، إذا عيونه غفيت يا ما في عيون ما عم تعرف النوم، حتى تمزق وحدة جسمه ترمي بين نياب دياب ما بتعرف الرحمة. أوقات كتير الشعب بيطلب من المسؤول إنه يكون قوي، بس ولا مرة هالشعب بيعرف إنه ما في مسؤول قوي إلا إذا كان شعبه، كل شعبه موحد. نحن الغرب بروس كبار، زعنا بفكر الشرق كبار. نحن الغرب بروس كبار، زعنا بفكر الشرق كبار. حكينا هن عن الحرية، نادوا بالديمقراطية، بالفكر الشرق احتلينا، وعروش ملوك هدينا. نحن الغرب بروس كبار، wish they know who we are. باسم الحرية نادينا، والضعف الفيهن غزينا، ناديناهن بالمحبة صاروا بإيدينا لعبة، سلينا وفيهن لعبنا، ولمنا من هاللعبة تعبنا، بإيد الشعب اللعبة رمينا. نحن الغرب آيس روسي كبار، We wish they know who we are. نحن الغرب بروسي كبار، زعنا بفكر الشرق كبار. نحن الغرب بروسي كبار، زعنا بفكر الشرق كبار. حكينا هن عن الحرية، نادوا بالديمقراطية، بالفكر الشرق احتلينا، وعروش ملوك هدينا. نحن الغرب بروسي كبار، wish they know who we are. خريطة رسمناها نحنا، حاربوا بعض وربحنا، من العمل الخضرة استفدنا، ومن عنا حرب بعدنا. الله يخلي الشرق غافي، يتبهى بكرم وضيافي، ويخلينا بمطرحنا. روسي كبار، او بيبي بيبي، we wish they know who we are. Who we are. Who we are. Bring him here. ايدك انت وياه. احمد باشا بشحمه ولحمه وبدون قناع. واضح انكم انتصرتوا بالحرب على ابراهيم باشا وحررتوا الاسرى. بس ليش بعت وراي انا بالذات؟ وليش مستغرب؟ نحن بالغرب معروف عنا ما منشتغل بايدينا على الارض، بس للضروره احكام. بسبب تعنت المير بشير اضطرينا نستعين بحلفائنا الاتراك. نحن نتطلع باللي واقف على اجرائه وعنده الشعبية الكافية، منكن له كل احترام وتقدير، ومندعمه بكل وسائل الدعم. ونحن من زمان عينا عليك ابو سمرة، طالبنا فيك المير بشير من وقت اللي كنت بعدك بداره. طلبتوا فيي حتى حقق اهدافكم. نو 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 نو، اهدافك
وأهدافنا. تعرف كرمال الحرية والديمقراطية ونشر الثقافة وال... قلبنا عليكم أبو سمرة. نحن ما بيجينا نوم طالما في إنسان مظلوم ببلادكم. واضح هالشي أحمد باشا، واضح. عيونك حمر من قلة النوم. لا تغلط غلطة المير بشير، تعبنا ونحن نتفاوض من تحت الطاولة تينضم لألنا. فضل المصريين علينا، مع أنه المصريين بذاتهم بيشتغلوا عنا، بس خلاص انتهى دورهم. لهالسبب كان مصير المير البشير النفي على الأستانة، ونحن قعدنا محله. نحن القوة يا أبو سمرة. عم شوف غصن الزيتون بين أنياب أسد ومش بتم حمامة السلام. It's life. It's life مستر أبو سمرة. غريبين أنتوا بالغرب، طالما ربحتوا الحرب من دون مساندة المير بشير، ليش قررتوا تنفوه؟ ليش ما قتلتوه؟ Oh, let me explain to you مستر أبو سمرة. نحن سياستنا طويلة المدى، اللي منقرر نخلي طيب يعني بعد في عنده دور يلعبه. الكاستنج أوقات بيتطلب مواصفات محددة، لهالسبب نحن منجيب الشخص المناسب بالوقت المناسب وبالمكان المناسب. أنتم بالغرب قلبكم ببلادكم وعينكم على بلادنا، تقطعوا آلاف الكيلومترات كرمال شو؟ ماني ماني مستر أبو سمرة. من الآخر يا أحمد باشا قلي أنا شو دوري بهالسيناريو الجديد اللي عم ترسموه لبلادي؟ مستر أبو سمرة، سلولي سلولي، شوي شوي، أنتوا اللبنانية عطول بصلتكم محروقة. السيناريو بعد ما استلمته، بس كل قصة ولها بطل. وبذكرك انه قصصنا بتحكي عن الوطنيه والحريه والديمقراطيه اللي انت بتامن فيهم. كتار اللي ناطرين بالصف يشهدوا ونعطيهم دور صغير، بس نحنا بدنا النخبه. لا تستعجل، فكر على رواق احسن ما حدا يفكر عنك. فكر فكر منيح. يمكن أنا الوحيد اللي عارف قلبك شو بده يقول. طالما أنتوا كلكم هون، يا يوسف الشنتيري من بكفية، وأنت يا شيخ أحمد من راس بيروت، وأنت يا شيخ فعور من الشوف، ويا شيخ علي من النبطية، ويا شيخ فرانسيس من كسر وين، طالما نحن إيد وحدة ومتحدين، ما في عدو بخوفنا، ونحن دائما منتصرين. نادي الله اللي كونها، زارع عرس وعروى بيها، بريشة سحر ولونها، خلق الله تأنى فيها. ألا كوني كانت جني، قالت له ليش مكوني، قال أخلاق تكبر غبني، قاعدة بيراري تكويها. يا هالعرس ترابك غالي، صابك بيهمني برجالك، فوق البدر جبينك عالي، باش تتوسع باش جبالك، اشرح ضيمك لابس حلي، يبرد صيفك فوق التلي، عالي وبعدك عم بتعلي، عالي يا لبنان. شو ذنبي إذا خلقت ابن زعيم؟ ما بقدر غير العقل اللبناني اللي بيقول ابن المير مير. عملت زعيم كرمال الإمارة وكرمال الوطن. أنا عبدي مأمور، ما يهمنيش قتلت مين وهجرت كام، كل اللي يهمني أبقى بمركزي وكله على حساب الوطن. ولا مرة سلاح وحده كان الحل لما بتكون اللعبة لعبة الدول. حكمة الكلمة واحدة قادرة تبعد عنا كاس المر وتغير القدر المكتوب، كله كرمال الوطن.
الناس اللي مثلي كيف ممكن يوصل صوتهم إذا ما مشيوا مع الأقوى؟ كله كرمال الوطن. كيف ما برمت اللعبة بالنهاية ما في غيرنا عم يدفع الثمن، وبيقولولنا كله كرمال الوطن. في ناس تعبت من حمل السلاح ويمكن هيدا حقها، بس أنا بآمن إنه العزيمة هي طريق النصر كرمال الوطن. ناس بتظلم المسؤول وبتفتكر إنه قراره كان قاسي بحقه، بس ما بيعرفوا إنه لو ما تصرف بهالطريقة بتكون الضربة قاضية. كل شي عملته كرمال الوطن. نادي هاك الصوت الهادر تحت الوادي وفوق التل، نادي عرش الرب القادر نقاها بلحظة تجلي، نادي قبي وخلوي وجامع صوت الرب الشعب وجامع، مين بيهزم شعب الراكع لرب ينادي ويصلي. يا هالهرزة ترابك غالي صامت بيهمي برجالك، فوق البدر شبيلك عالي مجد توسع تاج جبالك، اشرح قيمة لابس حلي يبرق صيفك فوق التلي، عالي وبعدك عم بتعلي عالي يا لبنان. مجد لبنان ينتقص بالانغلاق على الذات والتقوقع، لكنه ينمو ويعلو بالانفتاح على الآخر. فليعطى المجد للبنان ولشعبه إذا كنا كلنا للوطن. مجد لبنان ليس لطائفة أو حزب أو فئة، ولن يحتكره أحد، لأن في احتكار فئة له احتقارا لنا جميعا. وفقدانا لهذا المجد من أجل الشركة والمحبة. We'll be right back.